معكم الأستاذ والكاتب المغربي عبد الله الساورة في هذا اللقاء الجميل اللي نظمه مركز عناية حول الكتاب والفرح بعد جائحة كورونا. من طبيعة الحال شاركت ككاتب مغربي من خلال المسرحية ديالي أو الكتاب ديالي العشاء الأخير اللي ألفته في زمن الجائحة ديال كورونا. وهذا الكتاب كيتحدث شكونه هما الرواد ديال عصر النهضة، بمعنى كنطرح واحد سؤال كبير: هاد النهضة اللي كنقلبوا عليها واش هي مقترنة بالنهضة الأوروبية اللي تعاش في القرن 15 و16 ولا شي نهضة أخرى اللي كنقلبوا عليها؟ بطبيعة الحال النهضة اللي كنقلبوا عليها هي نهضة علمية وثقافية، ونهضة كتنبت من مجتمع متحرر يؤمن بالعقل ويؤمن كذلك بالعطاءات ويؤمن بالإبداع ويبدأ بالتشكيل وبالفنون وكذلك بكل انواع ديال الكتابه. يعني في هذا المركز عنايه يعني استضافه جميله جدا في دار الشريفه بالرونق ديالها الجميل، وكذلك بحضور مجموعه من الكتاب المغاربه والشاعرات واللي اعطى واحد اللمسه ابداعيه جميله جدا. من هذا المنبر كشك بريس، هذا الموقع المتميز، كندعوكم باش تدعموهم في اليوتيوب وكذلك في الموقع، لأنه موقع جاد وموقع جميل ويعني يهتم بالثقافة المغربية وبالمبدعين، ويخصص الكثير من الصفحات ديالو من يعني من الأعمال ديالو لملامسة قضايا الكتاب المغاربة والواقع المغربي. ممتن وشاكر لكشك بريس ولمركز عناية هذه الالتفاتة الجميلة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.